والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا في أنتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج 100 طريقة للجمال. زي ما عودنا حضراتكم في 100 طريقة للجمال بنتكلم كل يوم عن مشكلة جديدة وحاجة جديدة تخص الجمال، والنهاردة هنتكلم عن تجميل الأسنان. طبعا تجميل الاسنان ليها مشاكل كتير في التقويم في التجميل في كل حاجه، والنهارده معانا الدكتور ايهاب فرغلي مدرس كليه طب اسنان جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا اللي هيحدثنا النهارده بشكل كبير وبشكل عام عن تجميل الاسنان. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا دكتور. في البدايه طبعا مشاكل اسنان كتير. بالظبط. فاحنا في البدايه عايزين نعرف المشاهدين ما هي عمليه تجميل الاسنان بشكل عام. عملية التجميل دي طبعا حاجة كبيرة جدا، لما بنتكلم فيها بنتكلم على تجميل الوش عامة، سواء في الشفايف في الخدود في الأنف أو في أي حاجة في الوش عامة، وده بيدخل فيها كذا تخصص لكذا دكتور. احنا هنتكلم يعني خاصة على الأسنان النهاردة، فهنتكلم على تجميل الأسنان. تجميل الأسنان ده بينقسم لكذا قسم. تمام. في اقسام اجزاء في تقويم الاسنان، ده جزء تجميلي. تمام. في تركيبات الاسنان، ده جزء تجميلي برضو. في علاجات للثه وعمليات للثه عشان نجمل شكل اللثه، هي تمام. مش موضوع تجميل الاسنان هيبقى للسنان بس. اي حاجه مشاكلها كتير. بالظبط. تمام. في اجزاء للثه، مشاكل في اللثه بنحتاج ان احنا نعمل لها تجميل برضو. وزي ما قلنا في التركيبات وبالنسبه للتقويم، في اجهزه كتيره بتساعدنا على الحاجات دي دلوقتي زي اجهزه الليزر، وفي زي البوتوكس والفيلرز والحاجات دي برضو بتقدر تساعدنا في الوش والشفايف في عملية التجميل بالذات. لو اتكلمنا عن اجزاء ديت اللي قلنا عليها، مثلا لو اتكلمنا على تجميل اللثة، في ناس كتيرة بتشتكي عندنا من موضوع اللثة بتبقى غامقة شوية. او في طب لو انا عندي مشكلة في اللثة وفي الاسنان، العمليه الاولى طبعا ان انا بعمل تجميل للثه وبعد كده للاسنان، حسب الحاله اللي عندنا. يعني في حالات بنحتاج ان احنا نبدا بتجميل اللثه الاول وعليها نبتدي نجمل الاسنان، وفي حالات بنبدا بالاسنان وبعدين نرجع نظبط حاجات في اللثه وممكن نرجع نكمل الاسنان تاني، حسب البلان اللي احنا حاطينها او خطه العلاج اللي احنا حاطينها للمريض. تمام. فبالنسبه مثلا لعمليات اللثه، في كتير بنشوفها حالات بيبقى عندنا يعني المريض او المريضه بيبقى عندها بيبقى المريض او المريضة بيكون عندها اللثة بتبقى غامقة شوية. ففي الحالات ديت بنضطر ان احنا نعمل علاج للثة دي عشان نرجع نفتح لونها ونخلي اللون الطبيعي او اللون البينك بتاعها يرجع تاني. بالنسبة في اجهزة كتيرة ده ساعتها، وخصوصا دلوقتي من احدث الاجهزة بنستخدمها في الحاجة دي اجهزة الليزر، وخصوصا بنستخدمها في عمليات تجميل اللثة، بنرجع لونها الطبيعي تاني من الغامق للون اللي بيكون البينك بتاعها او اللون الطبيعي بتاعها دي. في حاجات تاني برضو بالنسبه للثه، ان احنا ساعات نلاقي حد اللثه عنده طلع من اجزاء ونازله من اجزاء تاني، فبنضطر ان احنا نعدل اللثه ديت، بنعمل لها بعمليات معينه ان احنا نخليها متساويه ماشيه مع السنين، تكون متناسقه مع السنين، سواء السنان الطبيعيه او هنحتاج ان احنا نعدل كمان شكل السنين. فعلى اللثه اللي عملنا لها تصحيح بنبتدي ان احنا نعدل السنين بتركيبات يعني باختلاف انواع التركيبات اللي احنا محتاجينها. تمام. إيه عمليات التجميل يا دكتور؟ اكيد ليها انواع كتير. عايزين ندخل بالنسبه لعمليات التجميل دي بتبقى متخصصه لدكاتره جراحه التجميل اكتر شويه. مع ان في دكاتره اسنان برضو ابتدوا يعني يدخلوا في مجال تجميل العمليات. ودي بتبقى خصوصا في الحالات اللي بيبقى فيه عندنا بتبقى مشاكل في العظم بتاع الفك اكتر من السنان واللثه. إيه عمليات يعني العظم بيحتاج عمليات تجميل ايضا؟ مثلا في ساعات بنشوف ناس مثلا عنده الفك اللي قدام بارز شويه او الفك اللي فوق بارز شويه. تمام. او ساعات حد بيعض على اسنانه بتلاقي السنان اللي قدام فرقه مش مقفوله. في حالات بنحتاج نصلحها بالتقويم، بنجملها بالتقويم. لو الفروقات دي نقدر السنان بس حركه السنان تعدل المشكله دي. لو الموضوع اكبر شويه بنحتاج ان احنا نتدخل تدخل جراحي. لو المشكله من عظم الفك بنضطر ان احنا نظبط عظم الفك اللي فوق مع اللي تحت، بحيث ان هو يرجع العيان يقفل قفله طبيعيه اللي بتبقى شكلها حلو ويعني وبتبقى جميله في بالنسبه للشكل يعني وكده. تمام.
امتى بقى الجا لعمليه التجميل؟ يعني انا امتى اروح للدكتور الجا لعمليه التجميل؟ لان في ناس طبعا بتسيب نفسها لما بتوصل لحاله ما هي النقطه يعني الانسان المفروض او يعني المريض عامه ما يسيبش نفسه لمرحله متاخره شويه. هو بيبتدي الاول لما يحس ان في مشكله يروح للدكتور. او طبيعي ان احنا المفروض نزور دكتور الاسنان من كل 6 شهور لسنه حتى لو ما عندناش مشاكل. بنروح لدكتور السنين بيبص على السنين، بيبص على الشكل عامه، لو في مشكله او حاجه بيحتاج ان هو يتدخل لها، وهو اللي بيوجهنا نتدخل في ايه او نعمل ايه. ففي حالات بنحتاج ان احنا الدكتور بيقول لنا ان هو محتاج تعديل في السنين زي ما قلنا في التقويم مثلا، او عمليات بسيطه في الاسنان، او تعديل حاجات في اللثه، او تركيبات في الاسنان زي الفينيرز، او في ناس بتسميها العدسات بتركب على السنين تعدل لنا شكل الاسنان. ده الدكتور بيحددها. لو الموضوع اكبر شويه بتحتاج تلجا لحد دكتور جراحه او دكتور ماكسيلوفيشال في الاسنان، يبتدي يعدل المشاكل الموجوده في السنين او اللثه. من ضمن برضو حاجات اللي بنحتاجها في بالنسبه لتجميل الاسنان، ودي اللي يعني منتشره جدا الفتره ديت، اللي زي ما قلت الفينيرز. الفينيرز دي بتبقى عباره عن طبقه من البورسلين بتتحط على السنين اللي قدام، بتبتدي الطبقه ديت بتاخد الشكل اللي احنا عايزينه واللون اللي احنا عايزينه، وبتتركب على السنين من قدام بس. والتحضير في السنان بيبقى بسيط قوي، منحتاجش ان احنا نشيل جزء كبير من الاسنان، وبتيجي تركب على السنين ما فيهاش اي مشاكل يعني، او ما لهاش اي سايد افكتس او حاجه. هي بس طب ودي بتبقى ليها اضرار يا دكتور على الاسنان او على المريض؟ بص، هي بتفيد اكتر ما تضر. يعني هي فوائدها ان هي هتقدر ان هي تكمل لنا شكل السنان شويه. بالنسبه للاضرار، هي ساعات بتدي، بيبقى في بعض الحساسيه بعد ما بنركبها، بتقعد فتره صغيره، ساعات الاسنان بتبقى حساسه شويه وبعدين بيروح الموضوع دوت يعني. بس لازم تبقى معموله كويس ومظبوطه قوي، بحيث ان هي ما يحصلش انها تقع او تعمل مشكله، بالذات ان هي بتبقى في السنين اللي قدام. فلو حصل وقعت من حد مثلا وعنده مناسبه. طب وطبقات المينا بقى بينزلها قبل العمليه ولا بعد؟ الحالات ديت بيحتاج ممكن بيشيل طبقات من المينا، طبقات بسيطه قوي زي ما قلت لحضرتك، ان احنا ما بنشيلش جزء كبير من السنه عشان نركب تمام. العدسات دي تمام. دي بتبقى حاجه الثيكنس او السمك بتاعها بيبقى حوالي من 2 من 10 3 من 10 ملم، حاجه بسيطه قوي. فبنضطر بنشيل من الاسنان الجزء ال 2 من 10 او 3 من 10 ملي دوت، بحيث ان احنا نقدر نلزقها وترجع السنه لشكلها الطبيعي. طيب في الناحيه دي انا عايز اطمن المشاهد، يعني هل بنحس بالام؟ لان انت عارف طبعا الام الاسنان صعبه جدا، في ناس كتير ما بتلجاش لدكتور الاسنان بسبب الوجع بالظبط كده. فهل ليها تاثير في الالم يعني العمليات دلوقتي؟ زي ما قلت لحضرتك، احنا التحضير بيبقى في طبقه المينا بس في الاسنان. طبقه المينا دي بتبقى طبقه اللي هي ما فيهاش احساس عشان دي اللي بتحمي السنين. فالتحضير بيبقى من 2 من 10 3 من 10 من الملي، ما بنوصلش للطبقات الداخليه اللي بيبقى فيها احساس شويه تمام. حتى في بعض الحالات بنعمل حالات الفينيرز ديت من غير بنج خالص، يعني ما بيحسش بحاجه، بنشيل بس اجزاء من السنان بسيطه قوي. وزي ما قلت لحضرتك بعديها ممكن بقى بعد الحاله دي لو عندنا مشاكل في اللثه، ان اللثه مش مرسومه كويس على السنان، اقدر ان انا ارسم اللثه، وخصوصا باجهزه الليزر الحديثه اقدر ان انا ارسم اللثه كويس على السنان قبل ما اعمل التركيبه دي، بحيث تيجي اللثه متناسقه مع السنان اللي احنا ركبناها. ده بالنسبه للفينيرز. طبعا في حالات تانية زي ما قلنا في ال يعني هو الليزر اكتر حاجه متدخله دلوقتي معانا في تجميل الاسنان وتجميل اللثه. في حاجه تاني برضو بنستخدمها مع الليزر اللي هو تبييض الاسنان تمام. ده جزء شق كبير قوي في التجميل. في ناس بتبقى عندهم السنان لونها غامق شويه، بيحب ان هو يبيضها او تبقى لونها ابيض. احنا عندنا بالنسبه للتبييض في درجات كتير. في اول حاجه ان هو بنعمل بولشنج للاسنان. البولشنج ده جاست بس ان احنا بنشيل اي ستينز او بنشيل اي. وتشخيص الدرجات دي بتبقى على حسب المريض طبعا، لون الاسنان في البدايه. المريض طبعا يعني بناخد راي المريض ونقدر نحاول نعمل هو اللي بيحدد الدرجه مش الدكتور. احنا بنحدد الدرجه على اساس لون الوش. يعني انا دلوقتي ببيض لمريض، فانا لازم لون شكل لون الوش يبقى متناسق مع لون السنان. لو لقيت حد مثلا لونه قمحي شويه واسنانه بيضاء قوي هيبقى شكلها فيك تمام. شكلها مش حلو عليه. وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي يا دكتور، معظم عمليات التجميل يعني الشخص سواء اللون بيختلف تلاقي لون الاسنان مش غير مناسب. بالظبط، ساعات المريض بيطلب حاجه معينه الدكتور ما بيوجهوش صح، ان الحاجه دي هتبقى شكلها مش حلو. فبيطلب انا عايز افتح لون، عايز لون ابيض زي الورقه كده. بس هو مش متخيل سنانه لما بيبقى لونها ابيض هتبقى ماشيه مع لون وشه ازاي. طب دور الدكتور بيتخيل ده، دور بيقول له لا انا بختار لك بالظبط، بيوجه له يقول له مثلا انت المفروض ان احنا نعمل كذا، نوصل لدرجه اللون الفلانيه، اللون الاكتر من كده هيبقى شكلها مش حلو. المفروض يقنعه بالكلام ده، والمعين المفروض ان هو برده رايح لحد ذو خبره، فرايح يسمع رايه مش رايح يعمل اللي هو عايزه وخلاص. طيب انا دكتور عندي عمليات الفينر واللومينر، ايه الفرق بينهم؟
الفينيرز ده اللي انا حكيت لك عليه من شويه اللي هو بنشيل طبقه من السنين. تمام. ده الفينيرز بنشيل حوالي من 0.2 ده اللي احنا اتكلمنا عليه. ده اللي اتكلمنا عليه. ده الفينيرز. في حاجه اسمها تانية اسمها اليومينيرز. اليومينيرز ديت احنا بنتركب زي عدسات الاسنان برضو، بتبقى طبقه رقيقه قوي من نوع من انواع البورسلين. الطبقه ديت ما بنحتاجش ان احنا نحضر للسنان خالص، يعني حتى ال 0.2 ال 0.3 ملم دول ما بنحتاجش ان احنا نشيلهم. جاست بنعمل زي تخشين للسنان بسيط قوي من السطح بتاع السنان، وبنلزق عليه الطبقات اليومينيرز دي. دي بتبقى طبقه رقيقه جدا من السيراميكس وبتركب على السنان من غير تحضير خالص، ما بنحتاجش ان احنا نحضر في العيان اي حاجه. بتيجي بناخد مقاس بس العيان بطريقه معينه، وبيتبعت لمعامل معينه هي اللي بتعمل الحاجات ديت. وبتيجي بتركب كل سنه بتركب اليومينير بتاعها او الفينير بتاعها، بتتلزق على السنان. في حالات بنحتاج فيها امتى نحتاج اليومينيرز وامتى نحتاج الفينيرز. الفينيرز بنحتاجه في الحالات ان انا عندي لون السنان غامق شويه زياده، ان اليومينيرز زي ما انت حضرتك بتبقى السمكه بتاعته قليله جدا، فبيماسك الكالر او بيغطي اللون اللي عايزين نغطيه بدرجه قليله قوي. فلما يبقى عندنا مشكله بسيطه قوي نقدر نظبطها باليومينيرز. الفينيرز ممكن لو عندنا مشكله اكبر شويه زي لون ديب شويه في السنان او لون غامق زياده شويه، او السنه فيها حته صغيره بسيطه مكسوره او مشطوفه او حاجه عايزه تتعدل، دي ممكن نعدلها بالفينيرز. انما اليومينيرز ما تقدرش تعدل لنا غير حاجات بسيطه قوي زي اللي معانا على الشاشه يا دكتور. يعني دي عمليه تقويم. دي حاله تقويم. بالظبط اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. ان انا بيبقى عندي السنان دي نقدر نعدلها، الدكتور بيشوف ان انا بس السنان اللي قدام بارزه شويه، فلما ارجعها لورا السنان هتتظبط. دي حالات اللي ممكن بنحتاج فيها حالات تقويم. لو عندنا السنان ليها اضرار يا دكتور؟ يعني احنا شفنا ليها اضرار. بص التقويم بيبقى اهم حاجه فيه ان هو احنا ركبنا حاجه على السنان. السنان لازم بتتنضف كل شويه، يعني لو شربت كوبايه عصير المريض التقويم بيبقى ماشي بفرشه اسنان في جيبه، لو شرب كوبايه عصير لازم يغسل سنان وراها على طول. وفي ممنوعات كتير في التقويم زي اللبان، الشوكولاته، الحاجات يعني في ممنوعات. طيب كتير عمليات التقويم يعني في ناس بتستمر معاها ولا بتاخد فتره معينه للعلاج وبعد كده بشتغل؟ بالنسبه للتقويم هو المريض بيجي الدكتور بيحدد له الحاجه اللي هتتعمل وبيحدد له فتره العلاج، سواء اشهر او ممكن توصل لسنه او سنه ونص او سنتين. في بتستمر معاها مثلا مده اطول في حسب الحاله، يعني حسب حد الحالة. جاي مثلا عنده سن مثلا الناب مدفون جوه فمحتاجين نطلعه، ده يحتاج عمليه ونطلع الناب بيتشد لغايه بره بياخد وقت شويه. في حالات بتحتاج وقت كتير شويه، فاحنا بيجي المريض وبنحدد له الميعاد وبنحدد له الوقت اللي هو محتاجه في حالات التقويم ديت. بعد ما بيخلص فتره العلاج بيركب حاجه اسمها ريتينر. الريتينر ده بيحافظ على السنان على الوضع النهائي اللي وصلنا له. الريتينر ده الدكتور بيحدد له برده، بيقول له اذا كان عايز يتلبس لمده 6 شهور او سنه او سنه ونص، او في حاجات بيرمننت ريتينرز بتتلبس فترات اطول شويه. دي بتحافظ على السنان ان هي ما ترجعش تاني لل زي ما كانت قبل كده، يعني قبل التقويم. طب بالنسبه للعمليات التقويم يا دكتور، في شخصيات يعني في ناس معظم الناس بتبقى محرجه، يعني بنت مثلا عندها فرح، خطوبه، الكلام ده، هل انا بقدر اشتري التقويم وبعدين اركبه تاني؟ في حالات تقويم نقدر ان احنا نشيلها ونحطها، وفي حالات تقويم نازله يعني موجوده جديده برضو الى حد ما، بيبقى تقويم بيركب على السنين من غير السلك اللي احنا شفناه ده خالص، هو بيركب على الاسنان زي مقاس بيتاخد بشكل السنان، وبيبتدي العيان يغير الحاجه اللي بيركبها ديت كل اسبوعين او كل 3 اسابيع حسب الدكتور ما بيقوله. دي بتبتدي تحرك السنان لوحديها، دي بيلبسها حوالي 20 ساعه في اليوم ويقدر يقلعها في اي وقت. تمام. ديت ممكن يقدر تبقى ريموفبل، ان هو يقدر يحطها ويشيلها. دي حاجه. الحاجه الثانيه في انواع من التقويم دلوقتي جديده سيراميكس، البراكتس اللي احنا شايفينها اللي كانت شكلها ميتال ده بتبتدي ممكن تكون سيراميكس نعملها بلون الاسنان، فما بيبقاش فيها مش باينه اذا كان فيها اي تغيير عن يعني مفيش شكل البراكتس المعدن دي مش موجود، بتبقى شكلها سيراميكس وموجوده. وفي حالات تاني تقويم بنعملها بتبقى من جوه، يعني المريض تلاقيه من بره، يعني انا ما اقدرش اعمل عمليه تجميل غير لما اعالج المشاكل اللي في الاسنان. حسب المشكله، لو المشاكل التجميل في الاسنان بنضطر نعالج الاسنان. تمام. لو في اللثه بنعالج اللثه. لازم يعني لازم نشوف المشكله، لازم العلاج يكون يعني بنحدد المشكله، بنحدد المشكله فين ونعملها، مش شرط كل التجميل بعمليات. طب لو واجهتني مشكله دكتور في بعد ما خلاص انا حليت مشاكل الاسنان ومشاكل اللثه وعملت العمليه، واجهتني مشاكل بعد ما عملت عمليه التجميل،
اضطر ان انا اعيد من اول لا مش نعيد من الاول. احنا الحاجه زي ما قلت حضرتك هي مثلا لو حاجه زي التقويم احنا بنركب ريتينر بنقول للعين يلبسه ازاي عشان ما يرجعش للوضع القديم تاني، لانه لما لبست الريتينر دوت ممكن يرجع للوضع القديم تاني. يعني السنان انا دلوقتي كانت متلخبطه فعدلناها بالتقويم، بيلبس حاجه بقى تفضل مثبته السنان على الوضع ده بيقعد بيها حوالي 6 شهور او سنه، فلو اتشالت السنان هترجع تاني، لازم يحافظ عليها. بالنسبه للثه عملنا عمليه مثلا في اللثه، فبنوجه المريض برضو لحاجات معينه بيحافظ عليها زي غسيل السنان بطريقه معينه، استخدام ادويه معينه، استخدام مضمضه معينه، بحيث ان هي كل دي بتحافظ لنا على الوضع او على الحاجه اللي احنا عملناها، ما يرجعش الموضوع يرجع تاني. لو ما مشيش على استخدامات معينه. طب الاسنان ليه استخدامات معينه؟ يعني انا عايز اكلم المشاهد برضو اعرفه ان انت عمليه التجميل، لان عمليه التجميل التجميل مكلفه بالظبط مكلفه جدا، فلازم يبقى ليها استخدامات معينه. انا عايز اعرف المشاهد الاستخدامات دي بالنسبه لي يحافظ على اسنانه. هي كل حاجه يعني زي ما قلت لك احنا بنقول له يعمل ايه بعديها، سواء عمل حاجه في اللثه بنديله انستراكشنز يمشي عليها عشان يحافظ على الوضع ده. لو حاجه في التقويم بنعمل له حاجه يحافظ عليها. بالنسبه لتبييض الاسنان نعمل تبييض الاسنان بالليزر باسنان بتبيض ولونها بيبقى افتح من الوضع اللي هو كان عليه. طرق غير الليزر يعني طرق التجميل كتير في الليزر. انا بتكلم عن الاسنان يعني تجميل الاسنان او تبييض الاسنان ده بيستخدم ليه طرق كتيره فعلا. في حاجات كيميكالز تتحط من غير ليزر، وفي حاجات بتبقى بنسميها لايت اكتيفيتد، دي بتبقى يعني الماده اللي بنحطها على السنين عشان تبيض السنين، بتبقى بتحفز ان هي تشتغل وتبيض السنين عن طريق ضوء معين. وفي دي حاجات عن طريق الليزر ولا في طرق احدث؟ هي احدث حاجه دلوقتي التبييض عن طريق الليزر. ودي مكلفه؟ دي مكلفه شويه لان اجهزه يعني الليزر تعتبر مكلفه شويه وبتحتاج تريننج معين من الطبيب، مش اي حد بيقدر يشتغل بيها. والليزر ليه مشاكل كتير، لازم بيلبس نظاره معينه، المريض لازم يعني ليها بارامترز معينه، ليه تأثير مثلا حساسيه امراض هو الميزه فيه ان هو سيف خالص لاي حد عنده اي مرض، عنده حد حامل مريضه حامل او يعني ملوش سايد افكتس خالص لو حد عنده اي يعني بيشتكي من اي حاجه ما فيهوش مشكله. بس لازم الطبيب نفسه يكون مدرب كويس ان هو يقدر يستخدم الليزر. الحاجه الثانيه في انستراكشنز برضو بنقولها للعيان بعد ما يستخدم الليزر عشان يقلل حساسيه الاسنان شويه بعديها، ويطول معايا اللون ده اطول فتره ممكنه، ما يرجعش اللون يعني للون القديم تاني. طيب انت عارف عشان يعني وقتنا محدود بالنسبه للحلقات، فانا كنت عايز من الدكتور ايهاب نصيحه، نصيحه عامه بالنسبه لعمليات التجميل، امتى اروح للدكتور وامتى اعمل عمليه تجميل؟ هو يعني زي ما قلنا كده سريعا كده سريعا كده هو احنا بنحافظ على الاسنان ان احنا بنزور دكتور السنان كل من 6 شهور لسنه تقريبا. تمام. الدكتور بيعمل تشيك على السنان عندنا، ولو في حاجه يقدر يقولها لنا من الاول قبل ما نبتدي ندخل في مراحل متقدمه شويه. ممكن ما سيبش نفسي، لازم بالظبط ممكن توصل للدكتور وانت جاست عندك تسوس بسيط، لو سبته شويه هيوصل للعصب، لو سبته اكتر هنضطر نخلع. تمام. فدي مراحل متقدمه. او انت لو لاحظت عليك حاجه جديده. تمام. سواء بوجع سواء تغيير في شكل سواء حاجه تقدر ان انت. تمام. تروح للدكتور يعني. تمام. دكتور ايهاب احنا طبعا متشكرين جدا على اللقاء ده، اكيد مشاكل الاسنان ما بتنتهيش، وطبعا ليها مجالات كتير نتكلم فيها. اكيد هيبقى لنا حلقات متجدده باذن الله. دكتور ايهاب فرغلي مدرس كليه طب اسنان جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، بشكر حضرتك. بشكر حضرتك كتير. شكرا. اعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا، شكرا لكم. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خسة، وجبنا من الطريق قريقة للجمال، والجمال من غير بوليكا، مش محتاج ميكا بأنتيكا، زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا، زيكا زيكا.